صباح الخير. سؤال جالنا كتير بيتكلم عن ان انا حصلت على فيزا شنغن من سفارة المانيا مثلا سنجل انتري او متعددة، بس انا اول مرة هستعمل الفيزا ناوي اروح ايطاليا ومش ناوي اروح اصلا المانيا. حضرتك لو عملت كده هتترفض ومش هتدخل غالبا من ايطاليا، واحتمال كبير يرجعوك من المطار ويمتنعوا عن دخولك. حضرتك لو معاك فيزا سنجل انتري او مالتي انتري اول استخدام ليها لازم تروح البلد المصدره للفيزا، ولو هتروح كذا بلد تكون هي اطول فتره هتقعدها اثناء الرحله بتاعتك تكون في البلد اللي اصدرت الفيزا. دي القواعد اللي بيطلع على اساسها الفيزا الشنغن لحضرتك من البلد المصدره. يعني اصدرتها من المانيا يبقى محتاج تقعد في المانيا اطول فتره ممكنه، اطول فتره من خلال الرحله بتاعتك. لو الرحله اسبوع 4 ايام المانيا، 3 ايام ايطاليا، يوم هولندا، كده انت تمام. طيب تساوت عدد الايام بتاعت الدول اللي انت هتزورها كلها، كل دوله هتقعد فيها 3 ايام، يبقى بتحصل على الفيزا الشنغن من اول نقطه دخول. يعني انت لو هتدخل، لو الرحله بتاعتك مخطط لها ان اول نقطه دخول هتبقى هولندا وانت هتقعد في هولندا 3 ايام، المانيا 3 ايام، فرنسا 3 ايام، يبقى حضرتك بتقدم في هولندا مش في فرنسا ولا المانيا عشان تحصل على الفيزا. طيب حضرتك مقدم انك انت هتدخل المانيا بس وخدت الفيزا من المانيا ورايح ايطاليا بس، مش هتدخل غالبا وهترجع من المطار. طيب رايح المانيا والفاينل ديستنيشن بتاعتي المانيا بس هروح عن طريق ايطاليا وهترجع من المانيا، ما عندكش اي مشكله تقدر تعمل كده، بس هيبقى في شرط انك تحتفظ بالتذكره بتاعتك اللي انت سافرت بيها اللي بتبين ان الفاينل ديستنيشن بتاعتك كانت المانيا، وكمان هتحتفظ بفاتوره الفندق مش الحجز المبدئي بتاع الفندق. هتحتاج بقى تحتفظ بالفاتوره اللي هتاخدها من الفندق وانت ماشي، اللي فيها اسمك وفيها فتره القعده والمبلغ اللي دفعته والكلام ده كله، عشان لما تيجي تقدم تاني على المانيا تقدم مع الملف بتاعك اثبات بقائك في المانيا فتره الرحله والتزامك بتنفيذ الشروط بتاعه الفيزا، وبالتالي ان شاء الله تحصل على الفيزا تاني لما تقدم عليها من سفاره المانيا من غير ما يسألوا هل انت استعملت الفيزا استعمال صح ولا لا، لان حضرتك بتثبت لهم انك استعملتها الاستعمال الصحيح. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جديدة ومعلومات تفيدكم وتسهل اموركم ان شاء الله. بنساعدكم في الحصول على فيز شنغن وفيزة امريكا لو حبيتم، تواصلوا معنا ان شاء الله نقدر نساعدكم في الحصول على الفيزا بعد تقييم موقفكم المبدئي، وبننصحكم تعملوا ايه عشان خاطر تقدروا تحصلوا على الفيزا اللي انتوا عايزين تحصلوا عليها. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جديدة. سلام عليكم.